السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة مراد فيزا فاموس، هذا فيديو عاجل ومستعجل، رونديفو تاع ألمانيا فيما يخص الزيارة العائلية والبيزنس. فيما يخص الزيارة العائلية والبيزنس راه مفتوح درك، كاينين لي دات ابارتير ل 23، ابارتير ل 23 سبتمبر تقدروا تشدوا لي دات، راه مفتوح درك. وانا شديت درك الواحد صديق قريب جدا حبيبي، راني شديت له دروك رونديفو فيزيت فاميليال لالمانيا، طبعا على العاصمه في فاس جرماني، في فاس جرماني هكذا. اللي حاب يشد رونديفو يدخل دوك ويشد، اللي عنده كونت يدخل مباشره يحكم، واللي ما عندوش كونت الخطوات سهله جدا، يفتح كونت بالايميل تاعو في ظرف ممكن دقيقه دقيقتين ويحكم بعدها الرونديفو. رونديفو تاع المانيا كما تعرفوا راه يطول شويه، ماشي كما تاع لي سبون تم يغلقوا وكذا، راه مفتوح. اللي كان كان على الزوج تاع الصباح وكذا ما يفوتش المرحله تاع الكالندري، درك راهو مفتوح ويفوت وتحكم رونديفو. بالتوفيق للجميع ان شاء الله.